طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. مع استمرار صراع الكتل السياسية في البرلمان حول موازنة 2021 التي لم يصوت عليها لغاية الآن، وبقاء سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار المرتفع، ترتفع أسعار السلع الغذائية في العراق في ظل غياب الرقابة الحكومية وفي ظل جشع بعض التجار. الأسعار بدأت تسجل ارتفاعا خاصة مع قرب شهر رمضان، وفي ظل غياب البطاقة التموينية التي لم يبقى منها سوى اسمها. فأين تذهب تخصيصات البطاقة التموينية؟ بعض السلع الغذائية ارتفع إلى 3 أضعاف في فترة قصيرة. بحسب وزارة العمل فإن أكثر المتضررين من ارتفاع أسعار السلع هم من أصحاب الأجور اليومية، وتوقعات بارتفاع نسبة الفقر في العراق في ظل تأخر إقرار الموازنة واستمرار ارتفاع السلع والخدمات. نتحدث معكم أعزائي المشاهدين حول أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية في العراق وما هي الحلول. اليوم طبعا استبعدت اللجنة المالية البرلمانية تمرير قانون الموازنة للعام 2021 خلال جلسة البرلمان التي منعقدة لغاية الآن، وأكد عضو اللجنة محمد الشبكي غياب التوافق على تمرير الموازنة بين الكتل السياسية لغاية الآن، مشيرا إلى أن أبرز الخلافات كانت تتمحور حول حصة كردستان العراق من الموازنة وتغيير سعر صرف الدولار، الأمر الذي يؤكد عدم إمكانية تمرير الموازنة في جلسة البرلمان. من جانبه أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر بأن هناك إرادة لا تريد أن تمرر الموازنة داخل مجلس النواب. كوجر قال بأن البرلمان أمام مجموعة أزمات داخل الموازنة إذا لم تحل، فضلا عن وجود إرادة من بعض الكتل السياسية لمنع تمرير الموازنة، وبين بأن هنالك تناقضات بالمواقف، فمن جهة هنالك أطراف لا تريد تمرير الموازنة، ومن جهة أخرى فإن الموازنة منذ بدايتها كانت مليئة بالنقاط الخلافية التي دار حولها الجدل الكثير. طبعا مصطفى الكاظمي، إذا تحدثنا عن زيادة الأسعار وهي محور حلقة اليوم، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أكد بأن ارتفاع بعض أسعار المواد الغذائية التي تصنع وتنتج محليا يمثل محاولة من أصحاب النفوس الضعيفة كما قال، وبعض الجشعين من التجار لإرباك الوضع الاجتماعي في الدولة. مصطفى الكاظمي قال خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي بأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية المصنعة محليا يعد استغلالا لإقبال المواطنين على تلك المواد نتيجة قرب حلول شهر رمضان، وأشار إلى أنه أمر يحدث سنويا بحسب بيان صحفي. طبعا وجه الكاظمي وزارة الداخلية كما جاء في البيان والأمن الاقتصادي باتخاذ إجراءات مناسبة لمنع التلاعب بقوت المواطنين وكف جشع بعض التجار ومتابعة الأسواق. احنا نعرف أنه من أشهر تم تغيير سعر الصرف دينار وارتفعت الأسعار، هذه الخطوة متأخرة ولم يرى منها المواطن العراقي أي نتيجة على الأرض. يعني المفروض إذا هناك
أزمة اقتصادية، أزمة في سعر صرف العملة، يجب أن يكون هناك كذلك رقابة حكومية على أسعار السلع والخدمات، تمنع جشع التجار والمتنفذين أصحاب المصانع والمعامل بأسعار هذه السلع. معنا اتصال أبو حسن من بغداد. أبو حسن، برأيك أسباب ارتفاع أسعار السلع في العراق؟ السلام عليكم أخوي عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يبارك فيك أخوي عمر. هو مسألة إبدال الشعب هذا، يعني صراحة غير، يعني يصعدون سعر الدولار، نعم، المواد الغذائية تصعد، أكو ناس كسبة يعني إمكانيتها محدودة، يعني يا أما عامل يا أما حمال يا أما كذا يا أما كذا، حتى الموظفين ما يتأذون بشي حالة، يعني الشعب طول عام ما يتأذى، يعني حتى المي اللي هو صنع عراقي زيد سعره، هو مي عراقي، نعم، شغلات مواد غذائية صعدت، يعني هم طريقتهم طريقة إذلال، يعني إذلال للشعب، والشعب ما عرف، يعني هو لازم يصير حل، لازم يصير حل للبلد، يعني ما يصير لازم ما ظل هيك، لازم يصير حل، الشعب يشوف له حل بالأمور هاي، نعم، الاقتصاد متدهور، السرقات مالتهم يعني حدث ولا حرج، يعني أنا ما شايف حكومة صعد الدولار ليش؟ يعني شنو معناته؟ يعني معناته دي يخلون الاقتصاد صفر، هاي غيرها وما اي ما صراحه غير ما تبعيه ايران اينما تطع قدمها اي دوله تدمرها. انا اسال لبنان بصوره عامه، نعم، حاله حامه، وشوف الليره زد هبطت هبطات يعني مو طبيعيه، وقامت الناس تركض على البطاقه التمويليه هناك الحصه مالتهم المدعومه المدعمه، وذله واذلال، فايران هي ايران سبب كل المشاكل، هي ايران، نعم، يعني سبب إذلال العرب بصوره عامه. يعني انا اليس من المفترض من السلطات الحكوميه، يعني ولو هو تاخر خلال 18 سنه، موضوع الرقابه على السلع والخدمات، يعني هذا الموضوع مدى يشوف المواطن او يلمسه بشكل حقيقي على الارض. هكا عمر، هم دول مافيات، يعني نعم، يعني هو واحد يرفع واحد يكبس، هم دول طبيعتهم، يعني ما سوى اول، هو هسه الحدود مفتوحة من كل مكان، اكو رقابة عليها، كل واحد صايرت عصابة عليه على منفذ، والخمط والفلوس ما حدث ولا حرج، رقابة على مدمن، يعني لو رقابة يسوون صدق رقابة، مو حكومة يا اخي، مو حكومة، يعني هم جايين تدمير العراق، حد يعني حدث ولا حرج، اشياء يعني تدمير الانسان، تدمير الارض، يعني المزارع مال بساتين مو محرقوها، يعني هاي الطماطم استوردها من برا، دول خيار، دول هاي شايل دياله خيره مغطي العراق، البصل كان مغطي العراق بالتمر والطماطه وكل شيء، يعني هم حرقوا الزرع وحرقوا البشر ودمروه وخلوه ذليل، فهم دول ذليلين سابقا وطلعوها بالعراقيين، هم دول مو عراقيين اخي عمر، نعم، يعني دول ناس مرتزقه غاضهم اهانه العراقي وتدمير كيانه، نعم، واشياء هواي صارت. نعم أبو حسن، أنا أشكرك أبو حسن من بغداد كان معنا. خلونا نشوف مقطع من بابل حول ارتفاع أسعار السلع الغذائية هناك، وكيف بعض الناس يعني بدأوا باستبدال مادة زيت الطعام بالشحم الحيواني. نأخذ هذا المقطع نرجع لكم. ليش البطل الزيت هسه صار بثلاثة؟ بس أنا بدي أعرف هسه بثلاثة البطل، هسه أنا ما عندي 3000 دينار منين أجيب؟ ها؟ سولف لي أنا منين أجيب الثاني 3000 دينار؟ اروح اخذ شحم الكربين بدينار واروح اسوي بيه. مو حسين هو هذا اول وتالي هذا حقنا يجينا بالوجبه. صار له قد ما جاي. صار له اكو بر 8 اشهر واكو وجوز سنه. وجبه ما مطين. وينها؟ هذا مو حقنا يجي، هذا حقنا بالمفروض اذا ما تعطونا اياه ترخصون نشتري بر بدينار او بر وربع. لا انتوا قطعتوه من حقنا وصعدتوه علينا، بس صار ب 3000 وحقنا راح. هذا شحم انا معلق قدامك. هذا كيلوه ب2000، الزيت بطله ب3000، الدجاج كيلوه ب3000، العام تجي تاخذ شحم تسوي مرقه تشريبه وين تروح؟ وانا بالنسبه لي هاي صار لي هواي ابيع شحم، ابيع عظام، ابيع كروش، ابيع كسور، هاي العالم تاخذ. صار الشحم ب1000 دينار وبطل الزيت ب3000، زين؟ بطل الزيت ب3000 ووجبه ماكو. مواد غذائية ماكو، زين؟
والدولار 145 ونوبة 150 معلق. وهاي قدامك بطل الزيت ب 3000، التمين صعدوه، الشكر صعدوه، ادري الفقير منين يجيب. نعم، استمعنا الى ما قاله عينة من المواطنين في محافظة بابل حول ارتفاع اسعار السلع الغذائية. معنا ابو عمر من بغداد. ابو عمر، برايك ما هي اسباب ارتفاع اسعار السلع الغذائية في العراق، وخاصة نحن مقبلين على شهر رمضان المبارك؟ تحياتي لك استاذ عمر ولقناة الرافدين البطلة. اهلا وسهلا بك. يا اهلا وسهلا استاذ. بالنسبة اسعار اللي حاليا عندنا يعني كافة محافظاتنا وبغداد، يعني ارتفاع الاسعار يعني بشكل استاذ عمر يعني مو طبيعي. لو طبيعي كانت الامور يعني لما دخلت حكومه الكاظمي او ما نسميها دولتنا اللي قاعد تحكم الان، يعني الغلاء اللي يصير عندنا استاذ عمر يعني غلاء، يعني اكو عوائل كلش يعني حالتهم يعني ما تقدر يعني نقدر نقول لا لاقي للعمل ولا لاقي انه فد شيء تقدر تاكله. للاسف الحكومه الكاظمي او حكومتنا ما تسمى الحكومات المتعاقبه اللي حكمت العراق ما همها الشعب العراقي اللي قاعد ايش ياكل ايش يشرب او يلاقي مجرد يريد له فرصه عمل من اجل ان يكون يعيش. للاسف حكومتنا ما مهتمه للشعب العراقي، لا من مطيت له حقه الشرعي، الحصه التموينيه والبطاقه التموينيه مفرداته. للاسف لا توجد اي حصه تموينيه في العراق، مجرد الزيت او الدهن او الطحين كل يعني ثلاث اشهر اربع اشهر بنشوفه، لو اكو لو ماكو، يعني السنه ب 12 شهر استاذ عمر بنشوف يمكن مرتين ثلاثه من حصه تموينيه اللي جات. زين، الحصه التموينيه هذه يعني اتحدث. نعم ابو عمر، هاي الحصه التموينيه انتم من تراجعون الوكيل وكيل الغذائيه، يعني تستلمون شهر خلينا نقول اربع اشهر ما تستلمون، ايش تفتهمون من عنده؟ نعم استاذ، والله شهد الله ويسمع كل عراقي يسمعنا وكل العراقيين وهذا. يعني نريد نستلم الزيت مثل هاليوم استلمنا بهذا الشهر، ورا شهرين عود نستلم السكر ام التمن ان هاي الامور. يعني اجلكم الله الرز اللي جاي ناخذه، يعني لا هو ينطبخ لا هو يعني اكسباير مالته منتهي يا استاذ عمر، وده ينباع للوكيل ده يرجع نفس الشيء وده ياخذ الكيلو ب 250 او باقل سعر يا استاذ. يعني للاسف للاسف البطاقه التموينيه زفت، وكل العراقيين وكلنا هنا وين ما كانوا بالبصره بغداد كلهم البطاقه التموينيه المواطن العراقي ما راضي بها استاذ، يعني بطاقه فاشله مواد كلها منتهيه اكسباير مالتها، وما ممكن يعني للمواطن يعني جزاك الله ما يقدر ياكل اصلا، يعني كل اكسباير منتهي وما بي اي مونه وما بي اي طعم. يعني ما تكون الحكومه العراقيه ما منتبه للشعب، ما منتبه باي حال قاعد ياكل يشرب، لا عنده وظائف يتوظف فيها ولا عنده صناعه ولا عنده منتوج يروح يعني يقدر من خلال يومه. العائله العراقيه اصبحت يعني فقيره في ظل هاي 18 سنه، يعني ما قادر يعني يقاوم نفسه، يعني خاصه هسه عندنا بالظروف اللي تصير بنا مال وباء كورونا اللي اثرت على الناس يعني فوق طاقتها. نعم يعني ابو فوق عمر. طاقتها يعني مواطن. أنا أشكرك. نعم. أبو عمر من بغداد كان معنا. كرار من الناصرية. كرار، يوم الثلاثاء الماضي وجه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الجهات المختصة باتخاذ إجراءات مناسبة لمنع التلاعب بقوت المواطنين وكف جشاء بعض التجار. وزارة التجارة هي إحدى وزارات الحكومة، أليس المفترض من الكاظمي أن يوجه وزارة التجارة بتوزيع مفردات البطاقة التموينية بشكل شهري على المواطنين؟ نعم استاذ، تحية لك يا رب. حياك الله. الرافدين الفضائية والتليفون قناة الرافدين الفضائية. يا هلا بيك. استاذ بالنسبة للحكومة، الحكومة نعم. حكومة تعبانة وحكومة أحزاب وحكومة ميليشيات وحكومة قتلة وحكومة سرقة وحكومة سرقة مال عام وسرقة قوة الشعب، شباب ظالة بالثقافات كافلها الجوحة أفرع عليها
حصر عليها الاكل الداخلي، حصر عليها باكيت السكر تشتري، حصر عليها الزواج تتزوج، حصر عليها حقوقها اليوم ما قادر يطلعها. يا اي حكومه هم عايشين بالمناطق الخضراء وفلوسهم ومناقصات ومصارفهم تجي والدولار صاعد والاسعار صاعده. وإذا تريد الكاظمي يقطع حصة تموينية ما هي راح يصير حصة تموينية، حصة تموينية لا تجي يبوقونها لأن هم هاي شغلتهم سرقة ومش سرقة مال عام، سرقة قوت الشعب، سرقة طاب معايشين على سرقة قوت الشعب. هذا كل ما نحصي ذاك المالكي لا قد حصل، المختلف لا قد حصل، عمار لا قد حصل، بعد لا شعر يفك يهمهم ولا يهمهم بأنهم يردون يسوون يسوون حصة تموينية ولا يفكرون بالشعب. يقول لك الشعب اللي عاد كل يوم طب مرض ما لنا شغل به، احنا نمشي احنا فقنا من هذا الشعب، احنا نابنا من هذا الشعب خيرات تلبنا. اليوم العراق اليوم غني بالخيرات، هل من المناطق الجنوبية بها مصادر مال نفط، بها ارض نفطية، احنا سكننا نفطية، هل هذا حالنا من حال البؤس؟ لا حصل علينا اللي بمحنا ناكلها. هذا الحكي ما يصير يا استاذ. يعني احنا الناشد الحكومة هي تفوق بينا، الناشد التعارف الدولي يقول لك التعارف الدولي انا شو اسوي لك؟ اذا انت حكومتك ما بيخسر. الناشد مجلس الامم العربية يقول لك ويانا شو اسوي لك؟ اذا انت حكومتك لصوص وسرقة. شو الناشد؟ الناشد والله اذا بطل الزيت اليوم اذا الدولار صاعد بطل الزيت صار 2.5، الفقير المعدة منين يكيل؟ الفقير منين ياكل؟ اللي يطلع بالشارع، المواطن يطلع بالشارع لو يجزي لو يبيع، ما باع ما باع اليوم الشات الضمان حياتي، لو ما راح يطلع يسجل، لو ما راح يطلع يبيع حبوب، لو يسجل تنظيمات هم يبدو ما تاري قالوا يا الشباب تفوق الشباب تكسب، يعني هو جوعان ما عندي. انت لو موفر له شغل، لو موفر له لقمه عيش شاطبه، انت ما موفر لك الذني، من حقه وين يروح الشاب؟ وين يصير؟ نعم. أنا أشكرك كرار من الناصرية كان معنا. طبعا يثير التأخير في إقرار مشروع قانون موازنة العراق لعام 2021 قلقا لدى العراقيين ولدى خبراء الاقتصاد، حيث اعتبروا بأن المناكفات بين القوى السياسية ستخلف آثارا اقتصادية سيئة على البلد الذي يعاني ظروفا صعبة في ظل جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط. البرلمان اليوم تحدث وقال بأن لجنته المالية تضع اللمسات الأخيرة كما أطلق عليها على مشروع القانون، فيما أكد بأن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه حسن الكعبي اجتمع مع أعضاء اللجنة المالية النيابية لمناقشة فقرات المشروع، مثل ما أشرنا بأنه لغاية الآن الجلسة منعقدة، ربما يتم التصويت وربما يتم التأجيل على الموازنة. خبير الاقتصاد والمستشار الحكومي مظهر محمد صالح قال بأن تأخر تشريع الموازنة يترك فراغا كبيرا في استقرار الحياة الاقتصادية ويؤثر على دقة توقعات السوق وقرارات الاستثمار لا سيما في القطاع الخاص، ويمثل الانفاق الحكومي نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن آثاره تمتد إلى 85% من النشاط الاقتصادي بحسب مظهر الذي تحدث مع موقع الحرة، وقال بأن كل النشاط الاقتصادي تقريبا يعتمد على الانفاق الحكومي في العراق. طبعا يعطل تأخر إقرار الموازنة تنفيذ مشاريع استثمارية وهو أمر خطير كما قال صالح، الذي قال بأن هذه المشاريع الجديدة مهمة لتقليل البطالة في البلاد وإحداث دورة عمل وتنشيط الاقتصاد. اقترح صالح الذي شغل منصب نائب رئيس البنك المركزي العراقي في فترة من الفترات تشريع قوانين مالية دائمة مثل قانون العلاقة المالية بين المركز وإقليم كردستان وقانون الواردات المالية للدولة من أجل تقليل المناكفات التي تعطل الموازنة كل عام، بحيث يتم أخذ المواد القانونية في تلك القوانين وإدراجها في الموازنة بشكل سنوي لتقليل الجدل المتكرر بشأنها. الدائرة الإعلامية في البرلمان أعلنت اليوم الأحد تأجيل التصويت على مشروع الموازنة إلى الساعة 7 مساء بتوقيت بغداد من هذا اليوم، ثم أجلت لغاية الساعة 9 ولغاية الآن هي منعقدة ولم يتم الحسم في التصويت على الموازنة. طبعا في ديسمبر كانون الأول الماضي ومعروف أسباب التأجيل اللي هم يعلنوها من خلال النواب،
توصلت حكومة بغداد وإقليم كردستان إلى اتفاق بشأن الموازنة المالية ينص على تسليم الإقليم كمية 250 ألف برميل نفط يومياً ونصف إيرادات المعابر الحدودية وغيرها للحكومة الاتحادية في بغداد مقابل حصة في الموازنة تبلغ 12.6%. وجرى تضمين الاتفاق في مشروع الموازنة إلا أن كتلة سياسية في البرلمان ترفض الاتفاق وهو ما يعيق تمريره في البرلمان طبعا ويعطل الخلاف بشأن موازنة الإقليم وعلاقته المالية بالمركز رواتب موظفيه وتصدير النفط إقرار مشروع الموازنة الحالي. لكن السنة الحالية تحمل أيضا خلافات داخل الحزبين بحسب تصريحات من قبل النواب داخل الحزبين الكرديين فيما يتعلق بتقسيم الموارد بين المحافظات الثلاث أربيل ودهوك والسليمانية التي يسيطر عليها الحزبان الكرديان. معنا اتصال صباح من بغداد. أخي صباح، برأيك هذا الارتفاع في أسعار السلع والخدمات في العراق ما هي أسبابه؟ بالنسبة للأسباب يعني الأسباب أستاذ عمر يعني تعود للحكومة، الحكومة ما عندها سيطرة على السوق العراقي ولا عندها سيطرة على التجار الموجودين بالسوق العراقي، يعني التجار محميين من قبل الأحزاب والميليشيات وهاي الأزمة استغلهم الأزمة وصعدهم الأسعار المواد الغذائية، أما استيرادها من خارج القطر والمنافذ الحدودية من يعبروها احنا نعرفها يعني حتى ضرائب ما يدفعون، والدليل أن هذا الفساد الموجود بالمنافذ الحدودية كل محافظات العراق الحدودية. فهاي الأزمة صعود الأسعار الحكومة رئيس الوزراء حصرا هو اللي يتحمل مسؤوليتها، المفروض يكون واضع خطة للسيطرة على الأزمة الموجودة، يعني المفروض يدعم وزارة التجارة ووزارة التجارة هي اللي تستورد وتدعم البطاقة التموينية الموجودة واللي هي خطة ناجحة. البطاقة التموينية المواطن ما لاقيها. نعم المفروض لو جديين اللي قائمين على الحكم بالعراق مثل رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير التجارة ورئيس والرئاسات الثلاثة المفروض بهم يدعمون التجارة ويسوون عقود سريعة للمواد الأساسية الغذائية ويدعمون المواطن العراقي البسيط اللي بأزمة جائحة كورونا يعني قعد عن العمل وماكو عمل وماكو مصانع وماكو كل شيء، ماكو يد عاملة حتى تشتغل بالشارع يعني ماكو شغل. فالمفروض بالحكومة تدعم وزارة التجارة ووزارة التجارة توزع مواد غذائية في سبيل هم يسيطرون على السوق، إذا تكثر المواد الغذائية بالبيت العراقي ما راح يحتاج للسوق العراقي وغير هلا شغلات بسيطة، وياها جشع التجار ما حد جاي يحاسبهم، لا أمن وطني ولا مخابرات ولا الأجهزة الأمنية ولا حتى الرقابية جاي تحاسبهم على الصعود اللي موجود، انت جاي تستورد يعني بعملة دولار، يعني شنو اللي الغاية من عندك تصعد بالدينار العراقي؟ يعني يعني المفروض عليهم رقابة ومحاسبة، يعني احنا قبل بالنظام السابق احنا نعرف ان عندنا 3 تجار 4 يمكن التجار الجشعين، وصارت ضجة إعلامية بوقتها ولحد الآن يتباكون بعض الذيول يتباكون لأن النظام السابق عنده مش كم تاجر، بالطبع احنا هسه هذول يستحقون اكو مش كم تاجر جشعين المفروض علقه بالشارع العراقي في سبيل يصير عبره لبقية التجار، المواطن العراقي مين يجيب لا رواتب لا اكو شغل، المصانع كلها قعدوها ما عندنا يد عامله كلها هسه حتى اللي عفوا بالبصره وبالعماره منابع النفط وشركات النفط كلها ايدي عامله اغلبيتها ايدي عامله اجنبيه، فالمواطن العراقي قاعد ما عنده عمل، ماكو مصانع تنتج كلها استيراد من تجاره السوق ايران، ولا زراعه لا صناعه ما عندنا اي شيء، هاي الحكومه ما شاء الله 18 سنه ما بنت بنيه تحتيه حقيقيه تقدر يعني تعول عليها في سبيل من تصير هي جائحه ازمات اقتصاديه، جائحة كورونا ساعد المواطن العراقي، وحتى جائحة كورونا شفنا الحكومة وقفت عاجزة على شراء هذا اللقاح، يعني اكو عجز مالي بسببه هو سبب الفساد الإداري، سبب السرقات الميزانيات كلها 1200 مليار دولار 18 سنة سوتوا بيها ايش بنيتوا في جنوب العراق وفي غرب العراق ويحكون على الاقليم، قال الاقليم وحكي الاقليم على الاقل شوارعنا فيه نظيفه ودوائر ومولات واسواق وجاي يزرعون وجاي يسوون، سووا مثل الاقليم اقليم كردستان
بتجن وروح شوف اهل البصره واهل الناصريه والعماره وبابل والنجف وكربلاء يعانون الامرين، يعني مرات يحجون يقول لك الحكم للشيعه، فعلا هي رئاسه الوزراء الحكم لهم، لكن شنو ابناء الجنوب شو محصلين؟ كل شيء ما محصلين. كلها للاحزاب وقاده الكتل اللي حاليا هم ما جاي يمررون هذا القانون مال الموازنه، من اللي جاي ياثر على اقرار الموازنه العراقيه لهذا العام، واحنا هسه حاليا بالشهر الرابع راح نصير، اللي جاي ياثرون عليه هم قاده الكتل اللي عندهم برلمانيين يقول له لا تصوت، سواء اكراد سواء شيعه سواء سنه سواء اقليات، يقول له لا تصوت الا ياخذ مكاسب وياخذ يعني نسبه من الميزانيه يلا يمرروها كلها، ولا شنو المانع من اقرارها؟ اقرارها وتروح الى انشاء معامل ودعم القطاع الصناعي ودعم القطاع كل القطاعات الزراعي ودعم وزاره التجاره ووزاره الصحه، احنا بازمه حقيقيه لكن ما عندنا رجال حقيقيين ينقذون المجتمع العراقي وواقع العراقي ينقذونه لبر الامان، كلهم ناس فاسدين جايين يدمرون العراق. نعم يعني ما الصباح. عندنا الرجل المناسب في المكان المناسب، هاي احنا ما عندنا هاي الشيء هذا. انا اشكر الصباح من بغداد، كان معنا ابراهيم من بغداد. ابراهيم وعليكم السلام ورحمه الله، برايك ما هي الحلول لارتفاع اسعار السلع الغذائيه في العراق؟ برايك اكو حلول؟ هي الاسعار يعني صار لها سنوات هي مرتفعه. نعم يعني البعيد عن الشارع العراقي او المغترب لربما ما يعرف انه هي الاسعار اصلا مرتفعه. نعم. شحة بالمواد، يعني هو البطاقه التموينيه صار لها من بعد السقوط او من بعد غزو الامريكان لحد الان هي البطاقه التموينيه ما متوفره، فاكيد يعني هاي السلع او هاي المواد مرتفعه دائما، لكن اختلاف سعر الصرف خلال هالفتره هاي اللي مضت بعد خلت المواطن بعد يفقد السيطرة، انه خلاص انه اكو ناس ما تقدر تجاري هاي الاسعار اللي قاعد دائما بارتفاع، فيعني هو اصلا المواد هي كانت مرتفعة يعني قبل ازمة الدولار وصلت طبقة البيض الى 8000 دينار، من يقدر يشتري هاي طبقة البيض ب 8000 دينار؟ طيب الطحين اكو كان شح بمادة الطحين، اكو كان شح بمادة الزيت، لكن هسه هاي الاسعار اللي ارتفعت يعني بزيادة بسبب هذا السعر صار في الدولار، ولا هي الاسعار مرتفعة واصلا اكو بطالة بين الشباب؟ نعم. فمستحيل يعني اكو توافق بين السلع وبين المشتري، يعني البلد منهار اقتصاديا ويطلع لي وزير المالية يتحدث عن سعر صرف مشوه، أي سعر صرف مشوه تحدثون عنه؟ أيها العملاء أيها الفاسدون، يعني ناس عبارة عن فسدة قتلة يعني يسترزقون على قوت الشعب ودماء الشعب بحجة أنه هذا السعر صرف مشوه لازم نحافظ على مزاد العملة. طيب وين كنتوا انتوا هاي 17 سنة ما حافظتوا على مزاد العملة؟ يعني اسئلة احنا نطرحها، وين كنتوا؟ وين كانوا القادة والساسة اللي سبقوا هاي الحكومة واللي قبلها ما حافظوا على مزاد العملة؟ نعم. برأيك اكو رقابة حكومية على موضوع الاسعار السلع؟ اي رقابة اخي؟ يعني كنت قبل قليلة تحدث لك عن قبل سعر صرف الدولار، اي رقابة كانت؟ ماكو. يعني كانت الاسعار تصعد، انا تحدثت لك واقعة اللي هي البيض، طبقة البيض وصل الى 8000 دينار، العالم قامت من غير تشتري البيض، وين كانت الرقابة؟ اي رقابة ما موجودة اخي. اي رقابة؟ بعدين كثير من المواد هي منتهية الصلاحية تدخل للبلد بغض النظر عن البلد المنشئ، لكن نعم. تدخل هذه اللحوم الدجاج تدخل للبلد بصورة منتهية، يعني والمواطن نوبات مثلا يشوفها رخيصة يستهلكها ونوبات لا والله، يعني اي رقابة للسلع ماكو. نعم. سيطرة نوعية ماكو، كثير من المواد الغذائية تجي فاسدة، كثير من المواد الغذائية تجي عفنة
والمواطن ما يعرف شنو الموضوع لأن ماكو رقابة. نعم. أنا أشكرك إبراهيم من بغداد كان معنا. معنا اتصال أبو حسن من النجف. تفضل أبو حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو حسن شلون تشوف موضوع ارتفاع أسعار السلع الغذائية في العراق؟ والله بالنسبة للأسعار الغذائية ارتفاعها سببها الدولة حكومة. شلون؟ إذا تسمعني من التليفون مباشرة أبو حسن بالنسبة نص التلفزيون للأخير أرجوك. نعم الحكومة والله سببها الحكومة والدولة. نعم يعني كان بس نص التلفزيون فدوى أبو حسن نص التلفزيون للأخير واسمعني من التليفون دا نتحاور أنا وياك. رحم الله والديك. والديك رحنا على الغذائية اليوم أنا العصر رحت للوكيل. نعم الدهن لحد الآن 5 طالة ما سلمته يقول ما تلمونا وما طونا وكل شيء غالي بعدنا يعني كل من غالي حتى هاي طماطم نزرع في العراق كيلو ألف ألف ونص. نعم والله إحنا تعبان كلش. أنا سأحكي لك سر عماله يدور يومي يعني. نعم تعرف هاي الحاجة كلها غالي كل من تشتري دهن تشتري شكر تشتري يعني بطل الزيت ب3000 دينار عدنا. أنا أحكي لك إن عدنا بالنجف. نعم الصغير وين يروح؟ وهاي حكومتنا داهية بالبوب وداهية بالأحداثة والصغير ما كده. نعم أنا أشكرك أبو حسن من النجف كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. تقول لي انت كاكم مش عارف انا ليش انت هنا مو مرتاح لا تاكل اكل العراقي ما ياكله. هذا المقطع الفيديو بعد شوي نحكي به. طبعا مقرر اللجنة المالية في البرلمان أحمد الصفار قال بأن موازنة العام الجاري تعد أصعب موازنة مالية في تاريخ العراق، وأضاف الصفار بأن قوى سياسية استخدمت الموازنة كورقة انتخابية لتحقيق مكاسب سياسية، لافتا إلى أن بعض النواب هاجموا مقر اللجنة المالية واضطر أعضاء اللجنة إلى الهروب من الجلسة. طبعا كشفت مصادر صحفية عن تجدد الخلافات بين الكتل السياسية فيما يخص موازنة العام الحالي، ما ينذر بفشل المفاوضات بين الوفد الكردي والكتل الشيعية بشأن حصة كردستان العراق في الموازنة. الكتل أوضحت بأن هناك إصرار على تسليم أربيل ل 460 ألف برميل يوميا، فيما يصر الوفد الكردي يصر على تسليم 250 ألف برميل فقط. طبعا النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي استبعد تمرير مشروع قانون الموازنة العام 2021 داخل البرلمان خلال جلسة اليوم في ظل الخلافات القائمة بين الكتل السياسية. معنا اتصال أبو أيسر من تركيا. أبو أيسر
برأيك أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية في العراق؟ أستاذ الأسباب معروفة، لأنه نعرف أنه كل أموال العراق سرقت. نعم. وعلى أساس أنه الكاظمي على أساس يريد شوية يعني يملي على الشعب العراقي، أنه على أساس يصعد قيمة الدولار في سبيل على أساس أنه حكومته تنجح بالعملية السياسية. نعم. وهنا أقليم كردستان يعني منذ سنين يعني أجاز شركات حتى يعني تخرج النفط وتبيعها، وإحنا نعرف أقليم كردستان يعني هو بنا كردستان، وبعض الأموال كلها سرقت من قبل الإقليم، يعني إقليم إنه يعتبر نفسه دولة واحدة يعني. وإحنا نعرف بالعراق الدولة الاتحادية مجزأة إلى دويلات كبيرة كثيرة، يعني كل من يقول أني أصاب الحق دولة، النجباء دولة، ربع الله دولة، حزب الله دولة، فكل من يحود النار لخبزته. فالشعب العراقي واقع بهذا المأزق كله، لأن أموال العراق كلها دا تسرق وتخرج لإيران، لأن إيران على أساس عليها حصار، والحصار هذا كله كلاوات من قبل الدولة الأمريكية. هم كلهم دا يضعفون هاي الدول، منها ليبيا والعراق ولبنان وسوريا في سبيل التطبيع مع إسرائيل. نعم. تحت العمالة الإيرانية، هاي كلها مزايدات في سبيل أنه يوصلون إلى النتيجة اللي يريدوها، والحلقة اللي يكملوها هي حلقة التطبيع. نعم. أي الموازنة العراقية، الموازنة العراقية هي والعراق كل الخيرات بيه، بس ماكو إنتاج، ماكو إنتاج، لأن الأحزاب المتهيمنة على العراق كبيرة. نعم. كل من يحود النار القرصته. أنا أشكرك أبو إيسر من تركيا كان معنا. طبعا مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح قال بأن العراق قد يلجأ إلى الاقتراض إذا استمر سعر البرميل النفط دون $70، وأضاف بأنه من الضروري توفير صندوق يؤمن الاستدامة المالية الدائمة في الموازنة ويحميها من خطر التقلب، كما قال لا سيما بأن عائدات النفط أكثر من 92% من إجمالي الإيرادات العامة في الموازنة، وفي هذه الحالة بقاء سعر برميل النفط أقل من $70 يوجب اللجوء إلى الاقتراض لتمويل العجز. النقابات والاتحادات في العراق أصدرت بيانا مشتركا بشأن الموازنة العامة، انتقلت فيه تجاهل الكتل السياسية المطالب الشعبية. خلونا بالدقائق الأخيرة للبرنامج نعيد المقطع اللي شفناه قبل قليل. شاب في بغداد قالوا بحسب مواقع التواصل الاجتماعي بأنه مالك لمثخر أدوية في منطقة المنصور في العاصمة بغداد، يقوم بضرب عامل من أصول آسيوية، الحجة بأنه هذا العامل على أساس كما يتحدث هو يقوم بضربه بشكل مهين وغير مقبول أبدا. يقول له أنا مو قلت لك أنه أنت لظل تحشي يم المحلات هنا وهنا وأنا أعطيك راتب $400 وإلى آخره. يا أخي أنت إذا ما عاجبك سرحه من العمل، ومو بالضرورة يعني هو ليس بالتبرير، ولكن فوق ما أنه أنت تهين هذا الإنسان هم تصور وتنشر المقطع على منصات التواصل الاجتماعي، فهذا إذا دل على شيء دل على غياب القانون ويؤكد انتهاك حرمة الإنسان إن كان عراقي أو غير عراقي في العراق، مع الأسف إن كان مواطن وليس له ظهر أو ميليشيا أو جهة معينة. نشوف المقطع مرة ثانية ونرجع لكم. ليش راح تكلم هناك هنا؟ أنت إيش قايل لي؟ فراس إيش قايل لي؟ أركان إيش قايل لي؟ سايب أبو المعجنات إيش قايل لي؟ محمد أبو سكيت إيش قايل لي؟ جت من المحلات هنا؟ تقول لي أنت كاكم شو شغل أنا يقول ليش؟ أنت هنا مو مرتاح؟ لا تأكل أكل العراقي ما يأكله.
بطله واخلص. اذا انت ما عاجبك شغله ومو رجوله انه تضربه ومو رجوله انه انت تصوره وتنشر المقطع على منصات التواصل الاجتماعي، مثل ما قلنا انه طبعا غضب العراقيين كان واسع على منصات التواصل الاجتماعي، قالوا اذا ما عجبك شغله بطله، رجع الدولته ما يحتاج، شغل شاب عراقي. هذا تصرف غير مقبول، ينافي القيم الانسانيه بشكل عام وينافي العادات والتقاليد العراقيه، فعيب وما يصير. بس يقول لك واحد يقعد هو العراق خربان شباقبي، لا يعني هذه امور انسانيه، حرام ما يصير انه انت تضرب انسان غريب جاي دا يشتغل بالبلد تتعامل معه بهذا الشكل. نرجع على موضوع الموازنه وبيان النقابات، البيان المشترك قال بان موازنه 2021 تراوح تحت قبة البرلمان منذ شهور مع تجاهل الكتل السياسية لمطالب الشعب بالعيش الكريم ولشرائح واقعة تحت خط الفقر والتي تتفاقم أعدادها، خاصة بأن الموازنة تضمنت بنودا ولم تتضمن برامج وأهداف. وحذر البيان من بيع أصول الدولة واعتبر بأن ذلك سيعيد العراق إلى عهد الإقطاع بوجوه جديدة قديمة كما جاء في البيان. طبعا اللجنة القانونية النيابية طالبت بتعديل بعض الفقرات الواردة في موازنة 2021 ومعالجتها. عضو اللجنة حسين العقابي قال بأن هناك ضرورة لتخفيض سعر صرف الدولار بعد اتضاح آثاره الكارثية على الاقتصاد العراقي والوضع المعيشي للمواطنين وأسعار المواد الاستهلاكية بما فيها المحلية. وأضاف العقابي بأنه لا فائدة من المصادقة على القروض الخارجية لأن كثيرا من المشاريع التي من المقترح أن تخصص لها تلك القروض لا تمثل أولوية في الاستثمار الحكومي. ودعا العقابي إلى إلغاء المواد التي تجيز خصخصة قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والتي تسمح ببيع الأراضي الزراعية الحكومية التي تشرك المقاولين في القطاعات الإنتاجية. نعم، في ظل الصراع كما أشرنا بين الكتل السياسية حول الموازنة المالية، أقر تحالف الفتح بوجود فقرات في الموازنة تقضي بإضافة قروض جديدة وتقديم ضمانات سيادية بحجة تطوير قطاع الكهرباء في الموازنة وأضاف التحالف بأن مواد الموازنة الخاصة بالقروض خطيرة من شأنها زيادة العجز المالي ورفع حجم الدين العام، وبين بأن الحكومات المتعاقبة صرفت مئات المليارات من الدولارات على القطاع الكهربائي طيلة السنوات السابقة، حيث كانت النتيجة هي مشاريع فاشلة وخدمات سيئة. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.